سلام البنات، كي دايرين؟ مبروك عيدكم، مبروك عواشركم. نتمنى يدخل علينا هذا العيد وعلى جميع الامه الاسلاميه بالصحه والهنا ان شاء الله، والشفاء للناس المرضى ان شاء الله بشفاء العاجل، وكل ما كنتمناوه من خير لجميع الامه الاسلاميه. اليوم غادي نديروا واحد لاموس خفيفه وظريفه، ما كتدي لا قوام ولا والو. شنو كنحتاجوا هنا؟ عندي واحد شويه ديال الفريز كان عندي في الثلاجه باش ما يضيعليش، غادي ندير به هذا لاموس. قطعته طريفات صغار، ها هو. وعندي هذا الروح ديال لي فريز، حتى هو غادي نزيدو النكهه. غنحتاج النطا، غادي نطحن السكر. انا البنات هذا راه كنطلبو في ديك لاباج اللي كنت وريتكم، اتشي سي ان ديال فود. ما بغيتهاش تجي حلوه بزاف، غادي نطحنها. غادي نركب نركبها ديال البنات. ها نتوما غادي نركب لها هذا، ها هو هادي. غادي نحل الناطة، وغادي نكبها هنا. راه عندي باردة، غادي تطلع دغيا دغيا. دابا غنستعمل كاع غادي ندير البنات بحال هاد الكوك. ندير جوج حتى لتلاتة. ها نتوما راه عندي بارد في التلاجة، كيكون على هاد القوام هاد حليب الكوك. راه كيتباع في ميركادونا، في الايبرغينوس، وكيجي زوين في القهوة البنات، وكيجي بزاف في المسائل. دابا غادي نزيد دوك ثلاثة المعلقات هنا، طحنتهم هنا. هانتوما غادي نمعك شويه داك الفريز البنات، سخنتو شويه في الميكرو اوند، غادي نمعكو وغادي نزيدلو شويه ديال الروح ديال الفريز باش يعطينا المذاق واللون. اللي ما كيبغيش يزيد هاد المسائل ما يزيدهاش، اللي ما يدي حتى يدير غير لي فريز. دونك انا غادي نديرو هكا البنات. هانتوما غادي نوريكم القوام ديال الناطة. غير والو كتبان ليكم؟ نسجو كامل تما. غادي نعاود نشعل عليه واحد دقيقة وصافي البنات ونقفو
هانتوما البنات القوام ديالها شتو. دابا غادي نديرها في واحد الطابير ونديرها تبرد شويه ومن بعد نبريزونطيوها. هانتوما غادي نديرها في الطابير البنات. نورمالمون خص ديروا فيها البيض ولكن انا ما كنديرش فيها البيض باش الزوج ديالي ياكل منها كتعجبو حتى هو. هادي بارده من بعد البحر فاش كنجيو من البحر في الكوتي ولا باش ما بنادم تشحاها صراحه. صافي غادي نديرها. هذا هو القوام ديالها. نديرها في الثلاجه تبرد شويه من بعد نبريزونطوها في الكوبات اللي غادي ناكلوها. هانتوما معايا. ها هي البنات درتها في الثلاجه لبعض السوايع. ها نتوما راه ولات خاتره. نديروها هنايا في الكاس. وعندي هنا دي بلوبيري. او بالصحه والراحه ولذيذة بزاف. بنتي كتعجبها ريتا. وهو هذا البنات الفيديو صافي سليناه. اللي عجبكم ديروا له لايك وما تنساوش تشتركوا في القناة باش تشجعونا وتحفزونا نزيدو دوتر فيديو. وعلى السلامة.